قصة عشق مع شجرة الزيتون الأردنية. تبدأ من أول شتلة زيتون نبتت على روابيه، سهوله، جباله ووديانه، حتى أضحت هذه الشجرة المباركة رمزاً من رموزه. طبعا الأردنيين أو الأردن بالذات تحتل مرتبة ممتازة في إنتاج الزيتون في العالم، والزيتون الأردني أصلا مشهور في العالم كله. استعداد الأردنيين يعني كعرس يعني بيخرجوا جماعات لقطف الزيتون، والحمد لله الجو أو الموسم هذا العام كان لا بأس فيه، يعني الناس بيخرجوا لقطف الزيتون وبكونوا محضرين أكل، لكن أكثر الأكلات بتكون بسموها المسخن اللي هو دجاج مع زيت الزيتون والبصل، هذا أشهر أكلي لزيت للقطافة. موسم قطف الزيتون يعتبر عيداً، يفرح الأردنيون بقدومه فيعدون العدة ليجنوا ثماره. أول شيء نحن بنحرص أنه المزارع يأخذ موعد قبل وصوله حتى يكون حتى يأخذ أنه يتم عصر زيتونه بأسرع وقت ممكن. بالبداية الزيتون بيتم سحب الأوراق منه وأي شوائب، وبعد ذلك بيتم غسله، وبعدين دخوله في مرحلة تحويله إلى عجين. طبعاً نحن اللي بميزنا كمعصرة إنه نحن بنعصر على الماء البارد وللحفاظ على خواص الزيتون، ولكون حتى يكون الزيتون معروف باسم زيت زيتون بكر ممتاز. بعد ذلك بيتم فصل الزيتون على جهاز اسمه ديكانتر اللي هو الطرد المركزي، بحيث يتم فصل الزيت عن الزيبار عن الجفت، وبعد ذلك الزيت بدخل في مرحلة الأخيرة اللي هي الفرازة لفرز الزيتون عن المياه. منظر رائع يجلب الفرحة في قلب كل مزارع، فلمعة الزيتون المليء بالزيت والصوت الجميل للزيتون المتساقط عند قطفه وطرق جمعه في مكان واحد لنقله من أجل عصره والاستفادة من زيته سواء للبيع أو الذخيرة. مرحلة العصر تعد آخر وأهم المراحل، حيث يذهب المزارع بالزيتون من أجل عصره ليصبح زيتاً مقابل إما زيت أو مبلغ من المال يدفعه للمعصرة. مشهد يمزج بين الانتظار والفرحة لاستقبال كميات من الزيت تخرج إلى علب التخزين بابتسامة تغلب على وجه كل مزارع أردني أفنى جهوده السنوية بالاعتناء بمحصوله. لرؤيا مي السيلاوي.